على مدار شهر سجلت الأجهزة الأمنية نجاحا كبيرا في تصديها لحائز وتجار المواد المخدرة بضبطها 4969 قاضية اتجار في المواد المخدرة ب 5397 متهما. بحوزتهم أكثر من 700 كيلوغرام من البانجو وأربعة أطنان و320 كيلوغرام من الحشيش ونحو 72 كيلوغرام من الهيروين وما يقارب 34 مليون قرص مخدر وكميات أخرى من مخدرات الاستروكس والفودو والأفيون. إيه كل ده؟ ده عامل زي الأسواق اللي بتعمل تخفيض للسلع. جيبوا لنا كده يا جماعة الصورة بتاعت المخدرات دي تاني. ما هي حرب يا جماعة، هي حرب. ما أنت بتتحارب بأفكار متشددة أو متطرفة أو حاجات كده، وبعدين حاجات زي دي بقى لما بتنزل على سوق التجزئة تيجي لكم بالصلاة على النبي، تبقى مليانة حاجات مبيدات حشرية وحاجات كده بتقع، وتبقى الاستروكس 17 15 جنيه، ده دمار. النتيجة إنك بتشوف ناس يقع في الشارع كده أو يعمل أو مصايب، كلها مصايب. فين الأم؟ فين الأب؟ فين الأخ؟ فين الأخت؟ فين الزوجة؟ فين المجتمع؟ فين الجمعيات؟ أنا بحيي صندوق مكافحة الإدمان وعاملين جهد غير مسبوق وجهد كبير. طبعا الإدارة وحرس الحدود، إحنا في حرب، يعني زي ما بيحصل تهريب في كل حاجة في دي، وليها نسب عالمية يا جماعة. ابعتوا لنا على طارق علام تي في أو هو ده على المحور أو صندوق مكافحة الإدمان عشان يتم العلاج.